السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أخوكم إبراهيم حجازي. هتكلم النهاردة إن شاء الله عن كورس الويب أبليكيشن بنتريشن تيستينج، كورس اختبار اختراق تطبيقات الويب المقدم من موقع Security for Arabs، واللي هنشرح فيه إن شاء الله أغلب أنواع ثغرات الويب، كيفية اكتشافها وكيفية استغلالها وكيفية تأمين المواقع أو الويب أبليكيشنز الخاصة بينا من الأنواع دي من الثغرات. فخلونا نبدأ بالتعريف عن نفسي. أنا مين؟ اسمي مش ابراهيم حجازي خالص على فكره. بدات كجونيور لينكس سيستم ادمنستريتور في 2009، وبعد كده قعدت بقى انتقل في مراحل سكيورتي انجينير، سايبر سكيورتي اناليست، وغيرها من الوظائف. وكانت بدايه دخولي للسكيورتي لما كنت جونيور لينكس سيستم ادمنستريتور في شركه هوستنج. كان بيحصل اختراقات على المواقع بتاعه الشركه، وانا ساعتها ما كنتش لسه بعرف السكيورتي قوي، فده اللي بدأني ان انا ادور ازاي بيحصل اختراق للمواقع اللي انا المفروض مسؤول عن اداره السيرفر بتاعها. بدأت افهم يعني ايه ويب ابلكيشنز بتشتغل ازاي، لغات البرمجه المختلفه، ازاي الهاكرز بيخترقوا المواقع الى اخره. وده اللي بدأ معايا مجال السكيورتي من تقريبا 2009، ثم تدرجت بعد كده الوظائف زي ما هو مدرج في القائمه اللي قدام حضراتكم. واشتغلت في الباج باونتي هانتنج من سنه 2013 تقريبا. كانت بدايتي مع ثغرات جوجل، يعني كانت البدايه. بعد كده تدرجت بقى ياهو وغيرها من الشركات، وكنت سبيكر في كونفرنسز كتير قوي في دول عربيه ودول اجنبيه بفضل الله عز وجل. طيب ايه الهدف من الكورس؟ طبعا مشاركه العلم ده اولا. تاني حاجه وهي الاهم، اثراء المحتوى العربي. المجال ده زي ما احنا عارفين اخترعه الغرب، والتكنولوجيا بشكل عام عاملينها غرب، سواء جوجل مايكروسوفت او غيره، هي شركات اجنبيه، فبالتالي كل المحتوى بتاعها او حتى نظام انظمه التشغيل اللي هم عاملينها معموله بلغتهم. فعشان تفهم التكنولوجيا بشكل عام لازم تتعلم انجليزي كويس، لان حتى لو جربت تتعلم من المحتوى العربي الموجود حاليا مش هيكون محتوى كامل زي ما هتتعلمه بالانجليزي بالظبط. طيب اكيد برضو يهمني ان ناس كتيره تكسب فلوس من وراء اكتشاف الثغرات دي، ناس تعرف تأمن تطبيقات المواقع بتاعتها، تأمن المواقع بتاعتها من الاختراقات. واكيد طبعا عشان مهارات، تنميه المهارات للمتدربين بشكل عام. يعني في ناس كتيره شغاله في مجال السكيورتي بينقصها بعض الاجزاء الخاصه بالويب ابلكيشنز، عشان بيكونوا مثلا بيركزوا على الشبكات او انواع تانيه او مجالات تانيه اسف من السكيورتي. واكيد طبعا صدقه جاريه ليا ولوالدي رحمه الله عليه. طيب خلينا نبدا بالاجنده بتاعه الكورس. الكورس هيمر بتسع مراحل ان شاء الله. اول مرحله هي الاساسيات اللي هنحتاج ننزلها عندنا، سواء فيرتشوال بوكس او غيره، وبيرب سويت وغيره. هنشوف دلوقتي ايه المتطلبات. بعد كده ان شاء الله نشرح الاساسيات نظام التشغيل لينكس ببعض الاوامر الخاصه بيه اللي هنحتاجها كتير قوي كناس شغاله في مجال السكيورتي بشكل عام. بعد كده ان شاء الله هشرح البيرب سويت وبنشتغل بيها ازاي، وهي عباره عن ايه اصلا، وازاي نعملها كونفيجريشن بالشكل اللي هنحتاجه عشان عمليه اكتشاف الثغرات. وبعد كده هبدا ان شاء الله بالانترودكشن توبكس، ودي هيكون شامله حاجات كتير قوي زي اساسيات الشبكات واساسيات ويعني ايه دي ان اس وبيشتغل ازاي وازاي بنحتاجه الى اخره من المواضيع التعريفيه. بعد كده ان شاء الله هنمر بقى بمراحل الويب ابلكيشن فولنريتيز او ثغرات الويب ابلكيشن. ناخدها بقى من اول حاجات اللي هي السهل اكتشافها زي الكليك جاكينج وغيره، الى مراحل الميديوم ليفل او المتوسطه، المراحل المتوسطه زي الكروس سايت سكريبتنج وغيره. وبعد كده هنروح للادفانسد ليفل بتاع اكتشاف الثغرات او الثغرات المتقدمه زي مثلا السيرفر سايد تمبلت انجكشن والاس اس ار اف او غيره. وفي اخر حاجه ان شاء الله اللي هي الريل لايف ديمو دي، هنبدا بقى في مشروع حقيقي لاكتشاف الثغرات. نسكان موقع ياهو، بس هنسكانه على سكيل او على مستوى كبير جدا، يعني زي مثلا هنفحص 200,000 اي بي خاص بشركه ياهو. ازاي نعرف ان الاي بيات دي خاصه بشركه ياهو، وازاي نبدا نكتشف ثغراتها ونركز على ايه ونبص على ايه. ده هيكون مشروع كبير جدا هيشمل حاجات كتير قوي، هنشتغل فيه مع بعض ان شاء الله في نهايه الكورس. واخر مرحله دي اللي هي الكونكلوجن ريفرنسز، دي هتبقى بس شويه مراجع لادوات او لينكات لمقالات ممكن تقروها تستفيدوا منها ان شاء الله في نهايه الكورس. طيب هنبدا ان شاء الله سريعا في الانستولينج نيسيسيرلي براوزر بلجنز، هنعرف ايه اللي محتاجين ننزله ان شاء الله كبلجنز عشان نشتغل بيها، وايه التولز اللي هنحتاجها. ولكن ده هيكون ان شاء الله في الدرس القادم، عشان مش حابب ان انا اطول محتوى كل درس عن عدد معين من الدقائق عشان المشاهد ما يملش.